صورة أبكتني وكلمات أحزنتني ما لم تقله أمي. يعجبني دخولكم علي وفي أيديكم ما يشعرني باهتمامكم ولو كان بسيطا ما لم تقله أمي. يؤلمني وقوفي في المطبخ مع آلام ظهري وتيبس قدماي. هل أصبحت خادمة لكم ولأطفالكم؟ ما لم تقله أمي. يبدو أنكم جئتم للحديث بينكم وليس لي نصيب من الحديث معكم، فلا يعجبكم حديثي. ما لم تقله أمي. كم يسعدني أن تشعروني بشكركم لي على ما قدمت، وكيف عرفتم مقدار التعب الذي تعبته حين أصبح لكم بيوت وأبناء. ولا تلوموني في كثرة السؤال والبحث عنكم، كما تبحثون وتسألون عن أبنائكم فأنتم لازلتم أولادي وقلبي يعتصر شوقا لاحتضانكم. ما لم تقله أمي. لست بحاجة إلى توجيهاتكم، وكأني طفلة لا تحسن التصرف. افعلي هذا يا أمي ولا تفعلي هذا، فقد بلغت من الكبر عتيا وأنا بحاجة إلى بركم وتلطفكم لي. ما لم تقله أمي. لماذا تغضبون بسرعة؟ أنا لم أقصد انتقاص أزواجكم أو أبنائكم، فأنا أمكم ويهمني ما يهمكم. ما لم تقله أمي. أفرح كثيرا بزيارتكم المفاجئة لي في أي وقت، وبالذات عندما أكون لوحدي. ما لم تقله أمي. سيأتي يوم تدخلون على بيتي ولا تجدوني. تقبلوا نصيحتي يا أبنائي، فمهما قسوت عليكم فأنا أحبكم. تقبلوا تحيات والدتكم التي ترى جمال الدنيا في سعادتكم. ربي ارحم أمي كما ربتني صغيرة. مما راق لي اللهم احفظ كل الأمهات.